عن اللوحة التدريبية رح نستخدمها بمخبر بنية حاسب مادة بنية حاسب واحد. هي لوحة تدريبية من شركة LabVolt، هي بتشتغل على المعالج وتحول معالج انتل 8386، هو من أوائل المعالجات اللي كانت تدعم العنون ب 32 بيت. رح نبلش نحكي عن بلوكات. بالبداية عنا بلوك التغذية، هو بلوك بيعطينا التغذية لكل بلوكات اللوحة، بيعطينا على خرجه الجهود هي الصفر أو الأرضي زائد 5 ناقص 12 زائد 12 فولت. لحتى نشغل اللوحة عنا المفتاح بالقاعدة، مفتاح لوصل التغذية للوحة. عنا بعد بلوك التغذية رح نحكي عن بلوك المعالج. بلوك المعالج عنا هون معالج مثل ما حكينا 8386، هو معالج له 132 نهاية. هالنهايات موصولين رح نقول انه من الشركة لمجموعة خطوط، مجموعة نهايات موجودة هون لحتى نشوف شو قيمها أثناء تنفيذ البرامج التدريبية رح نشتغل عليها خلال الفصل. بنشوف عندي أول مجموعة من الخطوط هي من الـ A0 حتى الـ A31، رح نسميها ناقل العناوين. شوف عندي 32 خط للعنونة. شوف عندي المجموعة الثانية من D0 حتى D كمان 31، عندي 32 خط للبيانات، أو رح نقول عنهم مجموعة ناقل البيانات. شوف عندي مجموعة ثالثة، أحيانا بنحكي عنها أنه هي ناقل التحكم، هي مجموعة خطوط تحكم بتحدد شغل المعالج، كما رح نحكي عنها بالدروس الجاية إذا شغل المعالج أو دورات، أو بمعنى أدق حالات دورات الباص اللي عم يجريها المعالج. بعد المعالج رح نشوف في عنا بلوكات الزواكر. اللوحة بتعطينا ثلاث أشكال من الزواكر. الشكل الأول هو الذاكرة رام، ذاكرة الوصول العشوائي. الذاكرة الثانية هي ذاكرة المونيتور روم، وهي الذاكرة الموجودة عليها البرنامج الموجود من الشركة اللي عم نظم اتصال بين المعالج والطرفيات الموجودة على هاي اللوحة. كمان بتعطيني اللوحة إمكانية إضافة ذاكرة اليوزر روم إذا بدنا نضيف برامج إضافية لعمل هاي اللوحة. بعد الزواكر رح شوف عندي بلوك التحكم بالباص. هو بلوك هو فيه مجموعة دارات متكاملة. شوف أهم شيء فيه الكريستالي أو مصدر نبضات الساعة بتردد 8 ميجا، بس نحنا اللي عم ناخده عنا للمعالج هو 8 على 2 يعني 4 ميجا هيرتز. شغلت له هذا البلوك ينظم الاتصال بين المعالج والطرفيات الموجودة على هاي اللوحة التدريبية. بعد بلوك التحكم بالناقل عم شوف في عندي بلوك هو خاص أو رح أقول متصل مع خطوط البيانات، ناقل البيانات. شوف عندي مجموعة من اللدات 15 لد متجمعين 4 4 4 4. شوف عندي هذا المفتاح لما بكون على الوضعية له، فهاللدات عم تعطيني حالة الخطوط من دي 0 حتى دي 15. لما بكون على الوضعية هاي رح يعطيني خطوط أو القيم الموجودة على ناقل البيانات